بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ولا زال الحديث موصولا بنا حول نماذج العفة. الإمام ابن الجوزي بيورد حكايتين في العفة، يعني ما أجمل هاتين الحكايتين. الأولى عن رجل أعرابي راود امرأة عن نفسها، فقالت المرأة له: أليس لك من زاجر لا من عقل ولا من دين؟ فقال الرجل لها بكل بجاحة: لا يرانا إلا الكواكب. المرأة فكرت قليلا وردت عليه ردا عجيبا، قالت: أمتأكد أنه لا يرانا إلا الكواكب؟ قال: نعم، ليس من حولنا شيء إلا الكواكب. فقالت المرأة له: وأين مكوكب الكواكب؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. عايز تعف نفسك عن الحرام، عايز تعف نفسك عن الحرام، عايز ما تمشيش ورا الشيطان ولا انت تمشي ورا الشيطان، ضعوا نصب أعينكم هذه الكلمات الثلاث: الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. من أيقن أن الله يطلع عليه ويشهد عليه وينظر إليه فلن يتجرأ على معصيته أبدا. ضع نصب عينيك قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. ضع نصب عينيك قول الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم. الحكاية الثانية أيضا بيوردها الإمام ابن الجوزي في كتاب المواعظ والمجالس لرجل من الصالحين اسمه أبو بكر المسكي. إيه سبب تسمية هذا الرجل بالمسكي؟ سأله بعض الناس، قالوا له: يا أبا بكر، إنا نشم منك رائحة المسك، إيه السبب إن أنت رائحتك طيبة يا أبا بكر؟ إيه نوع المسك اللي أنت بتضعه على ثيابك وعلى جسدك؟ قال: والله منذ فترة من الزمن ما تطيبت ولا وضعت مسكا على ملابسي ولا على ثوبي. قالوا له: أمال إيه الحكاية؟ قال: في يوم من الأيام دعتني امرأة إلى بيتها، وكانت امرأة جميلة وراودتني عن نفسي، فأبيت وامتنعت خوفا من الله جل وعلا، فأصرت، وكادت المرأة أن تفتك بي لولا أني أنقذني الله جل وعلا منها. قالوا له: عملت إيه؟ قال: استأذنت منها أن أدخل إلى الخلاء فأذنت لي، فلما دخلت إلى الخلاء أخذت من العذرة ووضعت على جسدي. أخذ يأخذ أعزكم الله من الغائط ومن النجاسة ويضع على جسده، فلما رأته المرأة ولت عنه وخرج هو من بيتها. يقول: فلما نمت بالليل سمعت من يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد من قبلك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. يقول: فقمت من نومي والناس يشمون مني رائحة المسك. فعل ذلك خوفا من الله جل وعلا. ألم يقل سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف في القرآن: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ويمكن أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن المخلص بفتح اللام أعلى في الدرجة من المخلص. المخلص هو الذي يخلص عمله وعبادته لله. طيب لما يخلص العبادة لله يخلصه الله له فيكون من عباد الله المخلصين. لذلك الشيطان قال لربنا إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. لم يقل المخلصين، وإنما قال المخلصين. بيت القصيد في حديثنا عن العفة أن الإنسان لو تطاولت عيناه إلى ما حرم الله
لتطاولت أعين الناس إلى زوجته وإلى ابنته وإلى من يعول. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إن أقرضته، كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من زنى يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. نسأل الله العفة لنا ولأولادنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولكل المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب.